طيب، من اهم فقرات الترند دايما هو ترند الاهلي والكلام اللي اتكتب على النادي الاهلي النهارده او في خلال اخر 24 ساعه تحديدا على السوشيال ميديا. الكل اكيد بيتناول مباراه اليوم ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، ونبتدي من الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر واللي قال عدنا مع مباراه الحسم. الاتحاد الاهلي هيقابل الاتحاد استاد برج العرب الساعه 8:30 مساء. في تذكير لجمهور النادي الاهلي موعد هذه المباراه، واللي اكيد فاكرها كويس جدا ومستنيها عشان هي مباراه حسم بطوله الدوري باذن الله. حساب جول مصر على تويتر قال ان اللقب يدق ابواب الجزيره ان شاء الله على الاعتاب، الاهلي يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في تمام الثامنه والنصف، الفوز يمنح المارد الاحمر اللقب 42 في تاريخه والخامس على التوالي باذن الله تعالى. ده بخصوص جول مصر وحسابهم على تويتر. خلينا نروح ليه حساب يلا كوره واللي بيتوقع تشكيل الاهلي لمباراه اليوم في مباراه الحسم زي ما هم وصفوها. تشكيل الاهلي في حراسه المرمى، ده بخصوص توقع حساب يلا كوره، في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه ومحمد هاني، في نص الملعب اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، والثلاثي الامامي كل من جونيور اجاييه، احمد الشيخ، والمهاجم اليو بادجي. ده توقع من قبل يلا كوره، لكن في المقابل في توقع اخر من حساب سوبر كوره على فيسبوك، واللي قال تشكيل الاهلي المتوقع وبخصوص مباراة اليوم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، أليو ديانج، حمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، جونيور أجاي، أليو بادجي، وجيرالدو. هم هنا غيروا مثلا عن يلا كورة في جيرالدو، يلا كورة قالوا أحمد الشيخ، سوبر كورة قالوا جيرالدو. ممكن نتفاجأ مثلا بكهربا يبتدي مباراة اليوم في المكان ده، لكن هنشوف كلها طبقا لاختيارات مستر رينيه فايلر في هذه المباراة. خلينا نروح لحساب الوطن سبورت واللي بيقول ان فايلر يدرس الدفع بالثنائي الهجومي امام الاتحاد لحسم الدوري. في كل الاحوال ايا كانت طريقه لعب مستر فايلر النهارده، الهدف واحد ومحدد في كل المباريات، ما بالك بقى لما تكون مباراه الحسم باذن الله لبطوله مهمه ومفضله لجمهور النادي الاهلي. هم هنا بيتطرقوا لاحتماليه الدفع بمروان محسن بجانب المتالق اليو بادجي كثنائي هجومي، والطريقه دي شفنا مستر ريني فايلر بيلعب بيها في المباراه ما قبل السابقه تحديدا واكثر من مباراه قبل كده، ونجحت بشكل كبير. ومروان بالمناسبه يعني ابتدى استعاد ثقته الكامله في نفسه وفي قدراته، واكيد اضافه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله الحاليه والمقبله. لكن كلها اختيارات هتكون على حسب استراتيجيه مستر ريني فايلر لمباراه اليوم، وعلى حسب كمان دراسته لفريق كبير جدا زي فريق الاتحاد السكندري وازاي يتعامل معاه. احنا هنترقب ونشوف الطريقه اللي هيلعب بيها مستر ريني فايلر. الهدف بالنسبه لنا والمنتظر هو حسم البطوله باذن الله. طيب نروح لحساب الاهرام على تويتر واللي قال جلسات مكثفه لكبار الاهلي مع زملائهم لتحفزهم للفوز على الاتحاد وحسم لقب الدوري. هم هنا بيتطرقوا لمدى اهميه هذه المباراه، بالتالي كبار الفريق مثلا وكباتن الفريق زي مثلا محمد الشناوي، وليد سليمان، احمد فتحي، وعلي معلول طبقا للي هم كاتبينه، يعني اجتماعات وجلسات مكثفه مع اللاعبين باقي الفريق بكل تأكيد عشان يأكدوا على أهمية هذه المباراة وأهمية الحسم. يعني الموضوع مش محتاج جلسات في الحقيقة. طبعا الكباتن الفريق لازم بيبقى ليهم دور كبير جدا، لكن اللاعبين أكيد على دراية كاملة بأهمية هذه المباراة. بخلاف أهمية هذه المباراة، المهم بالنسبة لك أنك تنتهي من ملف وتشيله من دماغك، تخلص من حاجة. يعني مباراة النهاردة تحسم لك بطولة الدوري، تقفل الملف المحلي، هيبقى عندك هدف ان انت تكسب كل المباريات المقبله، لكن انت بتلعب باريحيه تامه في ما تبقى من مباريات في بطوله الدوري. في نفس الوقت تبقى فرصه مستر ريني فايلر يقدر يجرب لاعبين، يجرب طريقه لعب قبل التحدي الافريقي ومباراه دور نصف النهائي امام فريق الوداد في منتصف الشهر المقبل، شهر اكتوبر باذن الله تعالى. طيب ده بخصوص حساب الاهرام على تويتر. خلينا نروح لحساب في الجول على فيسبوك واللي قال كسر رقم الزمالك والحصول على اكبر عدد من النقاط في موسم واحد في الدوري، رقم 42 قد يحمل للاهلي العديد من الارقام القياسيه. هنا بيتطرقوا للارقام القياسيه، ويعني طبقا للتصريحات لمستر ريني فايلر على مدار فترته بالكامل بقاله سنه دلوقتي مع النادي الاهلي، تصريحاته كلها يعني بتدل على عدم اهتمامه بالجزئيه دي، او حتى مش حاططها كاولويه بالنسبه له. الاولويه بالنسبه له البطوله، الارقام القياسيه بتيجي لوحدها. لكن بما ان الاهلي على اعتاب بعض الارقام القياسيه، فخلينا نتكلم في بعضهم حتى تتحقق وناكد عليها باذن الله تعالى.
اول حاجه الحصول على اللقب قبل 7 جولات من خط النهايه، واعتقد ان هي ما حصلتش غير مره واحده قبل كده على ما اتذكر، يعني في موسم 2004 2005 كان للنادي الاهلي برضو في الولايه الثانيه المستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الاهلي. من ضمن الارقام كمان الاهلي يمكنه الوصول حتى النقطه 95، وده طبعا ما حصلش قبل كده خالص في تاريخ بطولات الدوري، وهيكون اكبر عدد من النقاط في موسم واحد، يعني المباريات المتبقيه تقدر توصل من خلالها للنقطه 95 لو قدرت تفوز فيها كلها باذن الله تعالى. الاهلي كمان يحتاج ل 13 هدفا ليكسر رقمه السابق بتسجيل 75 هدفا في موسم واحد. انت دلوقتي اعتقد عندك 63 هدف حتى الان، فتقدر قدامك فرصه ان شاء الله خلال الجولات المقبله انك تكسر الرقم ده، خصوصا في ظل القدرات الموجوده في الفريق واستراتيجيه وفكر مستر ريني فايلر الهجومي دايما واحراز عدد وافر من الاهداف في مختلف المباريات طبق الظروف كل مباراه. يعني خلينا كمان نروح لرقم اخر، ويمكن للاهلي كسر رقم يملكه مع الزمالك وتحقيق 26 انتصار في الدوري الاهلي، حتى الان حقق 23 انتصار، يعني الاهلي والزمالك عندهم 26 انتصار في بطوله دوري واحد، الاثنين بيتساووا كرقم يعني حصل قبل كده، لكن الاهلي عنده فرصه، هو حتى الان وصل ل 23 انتصار، عنده فرصه كمان ان هو يكسر الرقم 26 باذن الله. اخر حاجه كمان، اذا نجح الشناوي وده شيء مهم جدا في خروج بشباك نظيفه في 5 مباريات قادمه، سيصبح اكثر حارس حافظ على شباكه خلال موسم واحد في الدوري برصيد 24 مباراه. حتى الان محمد الشناوي بيمتلك 19 كلين شيت، وده امر مميز جدا لمحمد الشناوي. طيب